بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. تكلمنا بالفيديو السابق عن إذا كان عندي ديودات على التوازي، وإذا كان عندي أيضا ديود ومقاومة على التوازي. وفي هذا الفيديو راح نتحدث عن الحالة الجديدة اللي هي إذا كان عندي ديود، ومقاومة على إيش؟ على التوالي. في هاي الحالة راح نشوف كيف عنا خطوات الحل، وراح نشوف كيف راح نحل هاي الحالة. طيب تمام، قبل ما أبلش بهاي الحالة بس يكون بالعلم انه هذه الحالة ممكن تكون مطلوبة وممكن تكون لا، لانه بتستغرق شوي وقت في طريقة الحل. راح نشوف الحين كيف بتستغرق شوية وقت، خاص نص اذا كانت زينر دايد. بنحل امثلة وبنشوف كيف. اذا بنلاحظ بالمثال التالي، عندي دايد ومقاومة على التوالي، دايد ومقاومة على التوالي، وعندي هون مقاومة بطارية، وكما تعودنا بدنا ايش؟ بدنا الفي اوت. زي ما حكينا انه عنوان الفيديو راح يكون ديود ان ريزيستنس ان سيريز. طيب تمام، اولا خطوات الحل، خلينا نشوف كيف خطوات الحل. طيب اول اشي بفرض انه جميع الديود بفرضهن جميعهن شو؟ اون. وعلى هاي الخطوة، بحدد تيارات بشكل منطقي، حسب شو؟ حسب الديود. ثالث خطوة بطبق قاعدة شو اللي تعلمناها بالسيركت، النود فولتج ميثود النود. طيب تمام، رابع خطوة اللي هي الأخيرة، إذا كانت أحد التيارات، إذا كانت جميع التيارات موجبة، بيكون شو عندي هاي الحالة؟ الفرض صحيح. اعذروني شوي على الخط. خمسة، إذا كانت أحد التيارات سالبة، الفرض خاطئ، وفي هاي الحالة بعيد الحل من أول وبعمل البرانش اللي طلع فيه يعني التيار سالب، بعمل البرانش أوبن بين قوسين بلغي. طيب تمام، بنشوف المثال هذا وراح نتعرف كيف طريقة الحل بالخطوات. طيب تمام، أول إشي حكينا افرض إن جميع الديود أون. كيف يعني جميع الديود أون؟ وحدد التيارات، هذول الخطوتين متلازمات مع بعض، وحدد التيارات بشكل منطقي حسب الديود. طيب الحين أنا حكيت إنه بدي أفرض إنه جميع الديود أون، وبدي أحدد التيارات حسب الديود بشكل منطقي. كيف يعني؟ كيف بدي أخلي هذا الديود أون؟ لازم يكون التيار أولا ماشي إيش في هيك. إذا الديود أون، إنه أنا هيك فرضته إنه أون، والتيار بشكل منطقي حيكون ماشي هيك. طيب تمام، افرض إنه هذا أون وحدد التيار عليه، كيف حيكون التيار؟ الديود عشان يكون on لازم التيار يكون فيه داخل بهذا الشكل. طيب تمام، لو حكينا هذا تيار هون i1 مثلا، وهذا i2 مثلا، حد التيار هون مثلا، لو فرضنا التيار اللي هون حكينا ايش؟ انه i3. طيب تمام، عملنا اول خطوة وعملنا ثاني خطوة. الآن بدنا نطبق قاعدة النود فولتج ميثود اللي أخذناها بالسيركت 1.
اللي هو كيف بختار نقطة، بختار نود معين، نقطة مثلا لو اخترنا هاي سميناها مثلا VX، مثلا سميناها VX، تمام. بدنا نطبق ايش؟ نود فولتج ميثود. كيف؟ سهل كثير. هون مثلا حكينا عن هنا السولف، مثلا الحل، لو طبقنا النود فولتج ميثود حتكون امشي من هون هيك او قبل، بما انه حددنا تيارات بسط الدارة، بسطها كيف حتكون؟ لو جبنا ورقة ثانية. طيب بسط الدارة حسب هي التيارات محددة، يعني حتكون بهذا الشكل. هون عندي العشرة فولت الأساس، هون عندي إيش السيليكون 0.7، وهون 5 كيلو أوم. بس للعلم إنه بقدر أحل بدون تبسيط الدارة بهذا الشكل، ولكن حتى تتسهل للنظر وتشوف كيف إنه الديود بتحول لبطارية وتعرف تحل بشكل أسرع. ولكن بكرة أنت مع المستقبل ومارس إيدك على الحل، راح تخليها في الحالة هاي وتمشي بسرعة بشكل أسرع في الحل. طيب تمام، إحنا خلال الشرح بس بنوضح كل شيء. هون هاي النقطة، هون النود، مقاومة هون 5 كيلو أوم، الجرمانيوم الديود الجرمانيوم بصير شو 0.3، هون عندي الجراوند، وأيضا هون عندي الجراوند، وعندي هون المقاومة 10 كيلو أوم، عندي هون الفي اوت، وانا عندي الجراوند. طبعا هذول ايش كلهم بتوصلن مع بعض لانهن جراوند واحد، لانهم جراوند واحد. طيب تمام، فرضنا انه هاي في اكس، حكينا عندي هون اي 1 وعندي هون اي 2 وعندي هون الاي 3. طيب حكينا بدنا نمشي نود فولتج ميثود من عند النقطة ايش الفي اكس. كيف؟ في اكس ناقص ناقص هون كم؟ ناقص 0.7. هون لو انا ماشي هيك، انا ماشي هيك، انا ماشي هيك بالاتجاه هذا، ناقص 0.7 ناقص، امشي هون بتلاقي تيار بطارية، ناقص 10 على شو؟ على المقاومات. كم مقاومة عندي هون؟ اللي هي 5 كيلو، 5 كيلو 5000 يعني، زائد خلصنا من البرانش الأول. البرانش الثاني هون في اكس، في عندي بطاريات هون ناقص 0.3 على المقاومات 5 كيلو اللي هي 5000. البرانش الأخير كله هذا عشان نجيب الفي اكس وبنجيب التيارات منها، بنجيب التيارات عشان نشوف إذا كان فرضنا صحيح، إنه فرضنا التيارات بهذا الاتجاه، هل هذا الفرض صحيح أم خاطئ. طيب تمام، اخر اشي في اكس ناقص 0 لانه ما عندي بطاريات، على شو؟ على المقابل اللي هي 10 كيلو اللي هي 10000، وتساوي 0. على الالة الحاسبة بسطها وحلها، اجمع واطرح واضرب، بتطلع معاك ال في اكس 3.84 فولت. طيب تمام، هاي جبت ال في اكس. الان طبقنا قاعدة الند، الآن بدنا نجد التيارات عشان نشوف إذا كان الفرض صحيح ولا لا. طيب كيف بدنا نجيب التيارات؟ كيف بدنا نجيب التيارات؟ طيب I1 أنا لما مشيت النود بالهون، مشيت تيار فرضته إنه كان ماشي بهذا الاتجاه، بتلاحظ إنه I1 بعكس هذا التيار، I1 بعكس هذا التيار، يعني ايش بيساوي؟ سالب شو؟ سالب هاي اللي هي VX ناقص الناقص زائد 0.7 ناقص 10 على 5000 وتساوي 1.092 ملي أمبير. طيب I2 انا مشيت الاي، لما جبت النود مشيت تيار فرضت انه ماشي هيك، التيار اللي فرضته ماشي هيك، ماشي مع الاي 2 خلص. اذا الاي 2 هي نفسها هاي اللي هي في اكس
ناقص 0.3 على ايش؟ 5000. vx ناقص 0.3 على 5000، عوض قيمة vx، هاي vx عوضها، تطلع معاك 0.708 ملي امبير. طيب i3 انا فرضت تيار ماشي هيك، التيار اللي فرضته هيك ماشي مع i3. طيب تمام، اذا باخذها زي ما هي اللي هي vx على 10000 وتساوي 0.384 ملي امبير. طيب في الحالة هاي شو بلاحظ؟ انه جميع التيارات positive value، اذا في هاي الحالة الفرض صحيح. اذا الفرض في هاي الحالة صحيح، وبكمل حل وبجيب المطلوب اللي بدي اياه. يعني هون شو طالب؟ طالب ال Vout. طالب ال Vout هون شو ال Vout يساوي؟ هو نفسه ال Vx. لو مشيت فولتج هون هو نفسه ايش؟ هو نفسه ال Vout، هو نفسه ال Vx. ال Vout هي نفسها Vx وتساوي 3.84 فولت. طيب تمام. طيب ناخذ مثال ثاني. طيب مثال ثاني، في هاي الحالة بدنا نشوف لما يكون في ايش عندنا زينر ديل. طيب تمام، أول خطوة حكينا، افرض أول خطوة حكينا افرض إنه جميع الديود اون. assume all diode مالهم on، وحدد التيارات بشكل منطقي ايش حسب الديد. طيب تمام، اول اشي هون عند السيليكون لحتى يكون الديد on لازم يكون التيار ماشي فيه بهذا الشكل. اذا عندي هون الاي 1 حتى يكون الزينر ديود. هسا عندك الزينر ديود، عندك خيارين، يا اما بتفرض تيار يشغله كزينر ديود، يا اما بتفرض تيار يشغله ايش؟ كسيليكون. وبنشوف اذا فرضنا هيك شو بصير، اذا فرضنا هيك شو بصير. طيب تمام، لو فرضنا اي 2 بهذا الشكل وشغلناه كزينر ديود، وفرضنا مثلا اي 3 هيك، وفرضنا انه اي 4 بهذا الشكل. طيب تمام، بسط الدائرة شوف كيف حتصير. عندك العشرة هون هيك تتصير 10 فولت، عندك مقاومة 1.5 كيلو، عندك السيليكون 0.7، عندك هون أنا عند طبعا جراوند. طيب عندك هون أيضا جراوند، عندك مقاومة 2 كيلو، حكينا هون نشغله كزينر ديود فولتيته 3 فولت. طيب تمام، والبرانش الأخير 1 كيلو، وعندي أيضا 3 كيلو مربوطة مع إيش؟ جهد نقطة هون قيمتها 20 فولت، وعندي هون جراوند هي 20 فولت. طيب تمام، وهون عندي إيش؟ 2.5 كيلو مع شو؟ الجرمانيوم بطارية بتبدل، عندي بطارية هنا 0.3، عندي بطارية 5 فولت، بطارية 5 فولت هون مربوطة مع الجراوند. طيب تمام، الحين ايش؟ فرضت التيارات بشكل منطقي وجميع الديود اون. الحين شو؟ هنا اي 1 وهنا اي 2 وهون اي 3 وهون ال i4. الحين بطبق ايش؟ قاعدة ال net voltage method. مثلا لو فرضت هاي vout vnode vx اي اشي، طبق node. طيب vout مثلا لو مشينا اول اشي هيك تكون vout ناقص شو؟ ناقص ال 0.7 لانه داخل في السالب، امشي ناقص زائد 10 هون، آسف ناقص 10 لأنه داخل إيش؟ في الموجب، على شو؟ على مجموع المقاومات اللي هي 1.5 كيلو، زائد هون في نوت والفي أوت هون ناقص
هون فايت في السالب ايضا ناقص 3 حتكون. فيش غيرها خلاص. على مجموع المقاومات 2 كيلو زائد الثالثة الفي نوت ناقص 20 على مجموع المقاومات 3 كيلو 1 كيلو 4 كيلو. وهنا بالأخيرة زائد الفي نوت زائد الفي نوت ناقص شو ناقص 0.3 ايضا ناقص 5 على المقاومات 2.5 كيلو وتساوي 0. بس قبل ما نكمل حل هون في اشي نقلناه غلط اللي هي هاي سالب 5 هاي سالب 5 شو بتغير هون؟ هون البطارية بتنعكس تصير هيك، هون القطب الموجب وهون القطب السالب. طيب هون لما مشينا في نوت ناقص 0.3 بتصير ناقص الناقص 5 يعني بتصير زائد 5 هون ناقص الناقص بتصير زائد. طيب تمام. على الآلة الحاسبة أو بشكل يدوي بسطها تطلع معك ال في اكس او ال في اوت هاي بتطلع معك 4.3 فولت 4.3 فولت. طيب جيب التيارات، جيب اي 1 وجيب اي 2 واي 3 والاي 4. طيب تمام. الان اي 1 انا لما مشيت النود مشيت انه على اساس انه في تيار هيك ماشي، بس بنلاحظ انه الاي 1 ماشي في عكسه. اذا الاي 1 سالب، سالب شو؟ سالب هاي، سالب الفي نوت زائد 0.7 ناقص 10 على 1.5 كيلو وتساوي 3.33 ملي امبير. طيب تمام. الاي 2 انا لما مشيت في النود فرضت انه هيك ماشي التيار، ولكن بنلاحظ انه الاي 2 ماشي بعكسه. اذا الاي 2 هو سالب القيمة هاي. عوض الفي نوت كم؟ زائد 3 على 2 كيلو. على الآلة الحاسبة بتطلع معك سالب 3.652 ملي أمبير. طيب تمام. بنلاحظ انه طلعت عندي قيمة سالبة. طيب كمل التيارات البقية. اي 3 هون اي 3 برضه اي 3 انا لما فرضت التيار ماشي هيك، اي 3 شو؟ بعكسه. اي 3 بعكسه. اذا اي 3 حيكون سالب القيمة هاي. اضرب، جيب القيمة هاي واضربها بسالب راح تطلع معاك كم؟ 3.924 ملي امبير. طيب اي 4 الاخيرة، اي 4 انا مشيت التيار هيك لما مشيت النود ماشي مع الاي 4. طيب تمام. اللي هو شو؟ نفسه قيمة، نفسه هاي القيمة. عوضها، عوض الفي نوت حتطلع معك 3.44 ملي امبير. 44 ملي امبير. في الحالة هاي شو بنلاحظ؟ انه الفرض خاطئ. ليش؟ لانه عندي هون عندي الاي 2 نيجاتيف فاليو. طيب في الحالة هاي احنا ايش حكينا؟ اذا كانت احد التيارات سالبة فالفرض خاطئ. بعيد الحل من الاول وبعمل البرانش اوبن او بلغي. بس لما يكون عندي زينر ديود ما بلغيه، لازم اتاكد من الجهتين. كيف يعني؟ انا لما فرضت اول مره فرضت انه بيشتغل كزينر ديود، في ثاني مره يعني ما تلغيه على طول، لازم تتاكد انه هل بلغيه كمان راح يكون سالب اذا مشيت فيه من هون، يعني اذا شغلته كديود عادي سيليكون يعني. اذا لما يكون عندي زينر ديود ما بلغيه على طول لازم اتاكد منه من الحالتين، اذا طلع من اول مره سالب، اذا طلع موجب خلص بكمل حل، اذا طلع موجب بيكون الفرض صحيح. اذا طلع سالب وكان زينر ديود، كان زينر ديود، برجع بافرض التيار انه بحيث يشغل الزينر ديود، بحيث يشغله ايش؟ كديود عادي. بحيث يشغله كديود عادي. كيف يعني؟ طيب الحين اذا كان عندي سالب حكينا بنعيد الحل من الاول، بنعيد الحل من الاول وبفرض التيار بشكل عكسي.
كيف يعني حيكون؟ حيكون بهذه الطريقة. يعني هون بدل ما هو الـ I2 هيك بفرضه ايش هون هيك بفرض I2 بصير ايش بشكل عكسي. كيف لو رجعت رسمت الرسمة من الأول حتكون هذا الشكل. عندي هون العشرة فولت، عندي هون مقاومة الواحد ونص كيلو، عندي هون آسف هذه عندي السيليكون هيك اللي 0.7. هون ايش بدي اشغل الزينر ديود كديود عادي، فحتكون اتجاه التيار هون الـ I2 هيك وتشغله ايش كسيليكون عادي 0.7، وعندي مقاومة الـ 2 كيلو هون وموصل بالجراوند. البرانش الأخير 1 كيلو 3 كيلو، وهون ايش عندي الـ 20 فولت مربوطة مع الجراوند، وهاي كلها الفرضات صحيحة كانت. عندي هون الجرمانيوم 0.3، وهاي عندي 5 فولت مربوطة مع الجراوند بالأخير. عندي هذا الـ I4، هذا الـ I1، هيك الـ I2، وهيك الـ I3. طيب تمام، فرضت التيارات بشكل منطقي حسب الديود، بطبق النود فولتج ميثود، بجيب الـ V نوت لحتى أجيب الليش لحتى أجيب التيارات، عوض طبق النود، فحتكون الـ V نوت مثلا لو مشيت من هون من الأول راح تكون نفسها V نوت زائد 0.7، لأنه V نوت ناقص الناقص زائد 0.7 زائد 10 زائد 10 على ايش على المقاومة 1.5 كيلو زائد 1.5 كيلو زائد V نوت هون ناقص امشي هون هيك هذا الشكل V نوت ناقص 0.7 على شو على المقاومة زائد البرانش الثالث هيك حتكون V نوت ناقص 20 على شو مجموع المقاومات 1 كيلو 3 كيلو 4 كيلو زائد البرانش الأخير اللي هو V نوت ناقص 0.3 ناقص ناقص 5 زائد 5 على مجموع المقاومات اللي هي 2.5 كيلو 2.5 كيلو تساوي 0. طيب تمام، انت بحل لو طبقنا لو بسطناها هاي المعادلة بشكل يدوي، او اللي بيعرف على الحاسبة يدخل هاي المعادلة على الحاسبة راح يوجدها بشكل سريع، راح نعلمكم عليها لما نوصل مادة السكند او الفاينل، راح اعلمكم الطريقة كيف بنعوضها على الآلة الحاسبة هاي. طيب تمام، جيب الفي نوت بشكل يدوي هيك بشكل سريع مش راح تاخذ منك كثير وقت. في نوت بتطلع معاك في الحالة هاي 5.33 فولت. طيب اوجد التيارات I1، انا لما مشيت هون فمشيت ايش بعكس الـ I1، اذا حيكون سالب القيمة هاي، يعني عوض الـ V نوت واضربها بالاخير بسالب هتطلع معك 2.65 ملي امبير I1. I2 شو بتساوي؟ انا مشيت التيار هيك ماشي مع الـ I2 مزبوط، اذا ايش عوض الـ V نوت هون على طول هتطلع معك الـ I2 بشكل سريع اللي هي 2.31 ملي امبير. طيب I3 هون انا مشيت النود هيك عكس الـ I3، اذا عوض الـ V نوت هون واضربها الاخيرة بسالب واحد حتكون كي حتكون 4 ملي امبير. اخر اشي I4 انا مشيت النود هيك ماشي مع الـ I4 تمام، عوض الـ V نوت هون تطلع معاك الـ I4 3.67 ملي امبير. بنلاحظ عندي في الحالة هاي انه جميع التيارات
positive value. إذا شو الفرض صحيح وبكمل حل وبجيب اللي بدي هي. مثلا يعني لو رجعنا لبداية السؤال، مثلا لو كان بالسؤال طالب مثلا find ال I1 مثلا أو I هون أو تيار هون حسب شو المطلوب، ولكن أنت اعرف طريقة الحل كيف طبقنا النود وكيف أوجدنا التيارات. طيب تمام، نأخذ مثال ثاني، مثال أخير سهل كثير ما تغيرش علينا إشي. عندي مقاومة ودايود على عندي دايود مقاومة على إيش؟ على التوالي. نفس الشيء سؤال، افرض إنه جميع الدايود on، افرض إنه جميع الدايود on وحدد تيارات بشكل منطقي عليها. طيب هون مش تفكروني ناسي اكتب جرمانيوم او سيليكون او غيره، لا هذا ايش اعتبره ايديال دايود، والايديال دايود شو بنعامله؟ اوبن سيركت او شورت سيركت، اوبن سيركت او شورت سيركت. طيب تمام، الان افرض تيارات بشكل منطقي بحيث ما الدايود يكون هون، الدايود يكون هون حيكون التيار هون بهذا الشكل. لو فرضت مثلا اي 1 الدايود هون يكون on، مثلا اعتبره هذا I2، هذا مثلا يكون زي هيك، مثلا اعتبره طالع بشكل هيك I3. طيب تمام، ارجع ارسم الدائرة. حتكون عندك هون on ground هاي ال 14 فولت، عندك ال ideal دايود شو بصير هون؟ بصير short circuit. بعدين عندي مقاومة الواحد كيلو، عندي هون ال V out. طيب هون عندي 16 فولت مع دايود السيليكون 0.7، طبعا هون ground توصلها هون، هون عندي ايش المقاومة قيمتها المقاومة اعتبرها 1 كيلو، 1 كيلو. وهون عندي ايش الجهد النقطة اللي هو 2 فولت. طيب تمام، الفي نوت هون اذا بنلاحظ الحين طبقنا ايش انه جميع الدايود اون، فرضنا انه هذه اي 1، فرضنا انه عندي هنا اي 2 وعندي هون اي 3. طيب تمام، لحتى اجيب ايش التيارات بدي اجيب شو، بدي اطبق نود. مثلا اعتبر النود هاي، بتلاحظ انه النود هاي هي نفسها شو، انه هي نفسها ايش الفي نوت، هي نفسها الفي اوت. طيب تمام، كده اجيب الفي اوت. شوف البرانشات صعب، البرانشات صعب، والبرانشات صعب. بشكل بسيط لو لاحظت انه هذا البرانش هاي البرانش كامل ما بتحتوي الا شو، ما بتحتوي الا على فولتيات، تحتوي غير فولتيات. يعني لو طبقناها هون، لو طبقناها هيك او هيك طبقناها، يعني كيف حتصير؟ حتكون ناقص 0.7 زائد 16 ناقص الفي اوت بتساوي 0. الV out بتساوي 16 ناقص 0.7 وتساوي 15.3 فولت. هاي 16 وهي 0.7 سالب وهي موجب، تطلع معي 15.3 اللي هي هاي ايش الV out. طيب تمام، جيب ال I1، جيب ال I2، جيب ال I3. في الحالة هاي ال I1 مثلا I1 يساوي شو سالب، لانه انا بدي امشي هيك، انا بدي امشي هيك، فالاي 1 راح يكون سالب التيار اللي بدي اجيبه هون. يعني مثلا لو فرضت هذا اي، هذا هين مثلا اي، بقول اي ايش بتساوي؟ اي اللي هي في نوت ناقص الفولتية ال 14 على ايش مقاومة الواحد كيلو، وتساوي
الفي نوات لو حطيناها على الآلة الحاسبة بشكل سريع 15.3 ناقص 14 على 1 كيلو اللي هو 1000 وتساوي 1.3 ملي أمبير. طيب أنا الحين إيش؟ ما بدي التيار هذا، أنا بدي تيار الـ I1، ومنه الـ I1 يساوي إيش؟ سالب القيمة هاي، سالب 1.3 ملي أمبير. شو بنلاحظ في الحالة هاي؟ طلع معي تيار نيجاتيف فاليو، طلع معي تيار نيجاتيف فاليو. في الحالة هاي إيش بساوي؟ أنا حكيت لو بنرجع لخطوات الحل، إذا كانت أحد التيارات سالبة بكون الفرض خاطئ وبعيد الحل من أول وبعمل البرانش إيش أوبن، يعني بلغي. كيف يعني؟ يعني حتصير بهذا الشكل، لو خليناها هيك، يعني هذا البرانش هذا هيك كامل اللي طلع فيه تيار سالب حيكون شو؟ بلغي. ليش؟ ليش بلغي؟ لأنه الديود في الحالة هاي، لأنه الديود في الحالة هاي بيكون اوف، واذا كان عندي دايد اوف في البرانش بيكون التيار صفر، فاذا البرانش كامل راح ينلغى. بتصير برجع بحل من اول وجديد وبعمل فرض ثاني، يعني هيك هون عندي الجراوند، عندي هون ال 16، وعندي هون ال 0.7، وهون عندي ال 1 كيلو، عندي هون بطارية 2 فولت موصولة بالجراوند، وعندي هون ال في اوت. اذا بهذا الشكل بلغي ايش؟ بلغي البرانش، بلغي البرانش اللي كان طالع هيك. شو بنلاحظ هون؟ انه التيار اللي ماشي هون مثلا لو فرضت اي، ونفسه اللي ماشي هون، التيار اللي ماشي هيك هو نفسه شو؟ التيار اللي ماشي هيك. بس خلص انا ايش المطلوب مني كان بالسؤال؟ كان مطلوب مني بالسؤال الفايند شو؟ الفي اوت. ما بحتاج اجيب التيار، خلص الفي اوت بشكل سريع حيساوي شو؟ الفي اوت هون، هون هيك، هون الفي اوت هاي راح تساوي نفس القيمة اللي قبلها 16 ناقص ايش؟ 0.7 15.3 فولت. وهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الشرح كان وافي. بضل عليكم تحلوا سنوات وتحلوا اسئلة كتاب، واي اشي مش واضح لإلكم باي شكل من الاشكال تواصلوا معنا على جروب الفيسبوك او تواصلوا معي انا شخصيا احمد نصار. بالفيديو القادم راح نتعرف على شيء جديد اللي هو الاند والاور جيت، وراح نتعرف كمان على الزينر ديت بشكل اوسع شوي، راح نحل امثله اكثر شوي صغيره. ويعطيكم العافيه، السلام عليكم.